مساء الخير او صباح الخير اعزائي المشاهدين، حسب كنتم بتشوفونا في النهارده ان شاء الله معنا لعبه اذا جارك الجزء الاول. هنلعب بالبيت التاسع ونحاول نكمل باقي تختيم لعبه اذا جارك. فيا ريت تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ودعمونا بلايك عشان نستمر نشوف فيديوهات اكتر واكتر واستمتعوا بالفيديو. نبدا الجزء التاسع. شوف في الخزنه اللي هنا دي خزانه، خشينا لدوره الميه نشوف كده اي حاجه تتاخد. علبة الإسعافات، بس ناخد الصابونة دي وناخد بكرة التواليت، نحط الصابون في الأرض وبكرة التواليت، نبوظ بالحمام ونحاول نستخبى في الضائف في الخزانة دي عشان هو نازل. نجهز القلم بس عشان نبوظ صورة أمه، بس بعد ما يخش الحمام بس هو زحلق. نحن بسرعة نبوظ السورة أمه، نطلع هنا نحط الصمغ على الكتاب، ونحط البل ده في العنب اللي هو بياكل فيه. نحاول ناخد من الزبالة هنا في مسحوق حاجة غريبة، شوف في حاجة في التلاجة ولا تمام. نحاول نحط الجزء دي هنا، قطع الكتاب نصيا. شوف الجزء هنا نحاول نحط، نحاول نحط البيض هنا الميكرويف. نروح الأوضة التانية بسرعة، يلا خلاص بوظنا له صورة امه. والله حنجل لك النهارده. حط تقريبا السماء في الفوضى، حاول احط المادة دي في المية. مسكني مسكني، بسرعة 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 بسرعة. يا نهار يا نهار أبيض، موتني والله بالراحة يا عم. خش تاني على البيت التاسع، يلا بسرعة ناخد الفدلاب اللي هنا في الخزنة دي. خش بسرعة الحمام، ناخد الصابونة، ناخد باكر التواليت، بوز الحمام بباكر التواليت، ونحط الصابونة في الأرض. شوف أي حاجة تتاخد في علبة الإسعافات، نركب بسرعة فوق، نلصق الكتاب بالغري، ونحط الكرات في العنب. يا عم اصبر، تمام. حاول نفتح البراد نشوف فيه حاجة ولا التلاجة. أنا تمام، نشوف فيه حاجة برضه تتحط في الزبالة. نحط البيضة في الميكرويف، نمسك القلم كده ونجهز على صورة أمه. بوظ صورة أمه بس بسرعة، تمام، ونستخبي. وكده هيطلع الكتاب نتفرج عليه. قطع الاجوال الكتاب يا اخواتي نصيا. اقرا الحمام، بيت القرف. نمسك بسرعة السمادة، نحاول نحطها في فوطة سوى يطلع. يلا يا عم، ما بوظنا صورة أمك عادي يعني، مفيش مشكلة. تمام بسرعة،
نمسك كده السماد ده نحاول نحطه في الفوطة. يلا لو ونحاول نبوظ هنا بسرعة في الحمام. يلا نحاول نطلع فوق، نطلع فوق، فيطلع فوق. كويس مسكنيش المرة دي، المرة الثانية نحاول نبدل القزاز زي هنا. تمام كده معي قزازة تانية دي بتحتيها. جاي بشكلي. روح بسرعة الأوضة الثانية هنا، أوضة المطبخ. نحاول ننزل بسرعة الحمام تحت. أكيد القزازة تحط حتة هنا في الحمام، بس مش عارف فين مكانها بالضبط. نستخبى ممكن لما الميه تتملي. اتفرج عليكم شوفوا لحد لما يملى المي. بوظنا الميكرويف. هو بيعمل كيكة بقى، باظت الأرض ولا الكيكة بتاعته. والله جربنا، جبنا له مرض السكر. هو ينزل وقت الحوض. وكده بدأ يملى المي. على بس هنا تحط. تمام كده تحط داخل مقلب معانا. بس كده نستخبى لحد لما يروح يطفي المية ونتفرج عليها. يلا خلاص. كل اللي بتعمل في الطرطة. أخيرا رايح دورة المية. امشي يا عم يلا. حولنا غرولي. بس كده يكون فزنا الجزء التاسع. خش على الجزء العاشر. اول حاجه نشوف ايه في الخزانه هنا. ده هنا في مواتير وفي تمس الامه وفي الدنيا رايقه. نحاول ناخد الدبابيس اللي في اللوحه دي ونشوف علبه الاسعافات دي فيها حاجه ولا. ده هنا بدا في شويه لعب. تمام تمام تمام. نحاول ان نركب بسرعه ورايح فين. رايح للكاميرا. لا مش الكاميرا. ناخد الموز ده من السلي. انزل 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 بسرعه بسرعه. بيتك كنت هتكشفني. نركب فوق بالراحة هنا عشان العصفور دول اجري اجري. تمام ممكن نحط الملح ده في الكاميرا نستخبي. ننزل نبوظ الكرسي هنا. بسرعة بس. تمام نمسك المفك هنا. المفك نبوظ بيه الآلة دي. تمام وناخد الموز هنا بسرعة. الموز نحطه في الأرض. والكرسي هيمسكنا. انزل انزل انزل. كان هيمسكنا على اخر لحظة. نركب فوق بسرعة. بسرعة انا بالراحة هنا. نحاول نقص العصفور دي.
شايفين المكنة باظت والالوان دي نحاول نبوظ بها اللوحة، بس مستخبى تحت السرير. كسر تمثال امه شراس. نروح للوحة هنا احنا بسرعة، بس نحاول ننزل نمسك كده الدبابيس دي ونحاول نحطها في الكرسي. يلا يلا بسرعة، بالراحة بالراحة عشان العصفور اللي هنا، بالراحة بالراحة. وين نحطها هنا؟ تمام، وننزل نستخبى في الخزانة تحت ونتفرج عليه. بيتمنظر اسم الله. وكده يا اخواتي كنا فزنا بالبيت العاشر. يا ريت تشتركوا في القناة، علشان انا حبيت كده انهي الفيديو، علشان الفيديو كده هيطول. ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملونا بلايك عشان نستمر في فيديوهات اكتر واكتر، وانتظرونا في حلقات تاني. سلام.